السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من هروج ليست. حلقتنا هذا الأسبوع هي استكمال لحلقة الأسبوع الماضي، وكلاهما تتحدث عن أبرز 5 شخصيات غامضة. وفي حلقة هذا الأسبوع سوف نتحدث عن شخصية غامضة واحدة، وهي شخصية براي وايت. فبسم الله نبدأ. براي وايت، هذه الشخصية يقول عنها براي وايت نفسه أنها من فكرة الراحل داستي رودز، وأنها مستوحاة من شخصية قدمها صديق والده النجم دان سبايفي في منتصف التسعينيات في WWE، ويقصد شخصية وايلان ميرسي. وهي أيضا شخصية مأخوذة من شخصية ماكس كادي في فيلم كاب فير رأس الخوف، الذي أداها الأسطورة روبرت دينيرو، وهي كذلك مقتبسة من نفس الشخصية في رواية The Executioners، الجلادون، للروائي العملاق جون ماكدونالد. لذلك إذا تتبعنا الخطوط الدرامية لشخصية براي وايت، تحديدا بعد إضافة العائلة وايت وذكر العلاقة المريبة لأختهم أبيجيل بهم، يتضح لنا أن شخصية براي وايت هي أقرب ما تكون لشخصية مستوحاة من ثقافة منتشرة في الولايات الجنوبية من الولايات المتحدة الأمريكية، تحديدا في ولاية ميسيسيبي وفي السهل الساحلي من ولاية لويزيانا، وهي ثقافة الباك وود. لذلك إن أردنا فهم شخصية براي وايت الغامضة، يجب أولا أن ندرك شخصية ماكس كادي، وكذلك نتعرف على ثقافة الباك وود، فهما الركيزتان التي عليها تم خلق شخصية براي وايت. ماكس كادي هو شخص عادي بسيط تغيرت حياته عندما تم سجنه ل14 سنة بتهمة اغتصاب طفله ظلما، مما سبب إلى تفرق عائلته وتبرؤهم منه. وخلال هذه ال14 سنة تخلى ماكس كادي عن إنسانيته ليتحول إلى كائن شيطاني كل هدفه الانتقام بطرق شريرة من المحامي الذي أخطأ في إجراءات المحاكمة وظلمه في السجن. وعندما خرج ماكس كادي من السجن أصبح يستمتع بطرق الانتقام من هذا المحامي، لدرجة أنه حول حياة هذا المحامي إلى جحيم حقيقي. They're great at that age, ain't they? All those discoveries ahead of them. You're lucky, counselor. ثقافة الباك وود هي ثقافة غامضة تنتشر في المناطق النائية الريفية، لا تباح بعقائدها في وسائل الإعلام. تؤمن بعبادة الشيطان وتقديسه، ويمارسون طقوس دينية الهدف منها التقرب إلى الشيطان. ومن هذه الطقوس ممارسة العلاقة الحميمية مع الأقارب والقيام بجرائم قتل بشعة للأطفال والنساء بعدما يتم اغتصابهم بطرق وحشية. وتقام شعائرهم الدينية في كنائس مخصصة لهم، وقد تم التطرق إلى جوانب من حياتهم في عدد من البرامج الوثائقية مثل برنامج كروبسي، وكذلك قد تناولت عدد من المسلسلات والأفلام جوانب من هذه الثقافة مثل مسلسل تروت ديكتيف المحقق الفذ، حيث تم تخصيص موسم كامل وهو الموسم الأول من هذا المسلسل عن قصة حقيقية جرائم قتل بشعة حدثت في ولاية لويزيانا خلال عام 1996. وفي الختام نشكركم على حسن إنصاتكم، كان معكم مستر كينج، لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب والشير، ودمتم بود.